لا دلوقتي النجاح كل مواطن هيطلع يقول انا عايز ده اما مش عايز ده. فبقى لنا راي بعد 25 يناير الثوره الحره الطاره النظيفه. اهو ناشد الرئاسه الناس اللي مترشحه للرئاسه كمان مره ساندونا الشعب. ايه اللي مش هتقعدوا على كراسي رافضينكم كلكم زياده على كده اعضاء مجلس الشعب اللي بيفصلوا برضه نفسهم كراسي فين هما؟ مجلس الشورى عصام شرف دكتور عصام شرف الطيبه ما تنفعش الطيبه مع الناس الحزب الوطني دي مش هتنفع. انت ملفوف بحزب وطني المفروض تطلب الصلاحيات بتاعتك كامله وتحرر نفسك من المجلس العسكري الا تعود للتحرير تاني واحنا معاك ترجع تاني التحرير. واذا استدعى الامر ونزلت التحرير من كرسي الوزراء الى التحرير هننتخبك رئيس جمهوريه هنقول عليك فعلا ان انت الدكتور عصام شرف وكلك شرف.